أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب القعاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إيت تبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى
wa ato kolila wa akada a indahu ilmul ghaibi fahuwa yaro am lam yunabba bima fi suhu am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa alla taziru wa ziratun wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzanul jawa summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alaihin nasya atal ukhra wa annahu huwa agna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka adam ula wa syamuda fama abqa wa qawma nuhim min qabl innahum kanuhum azlama wa adu wa atgu wal mu'tafikata ahwa فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'bud sadaqallahul azim. Allahumma alhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakkirna minhumma nasina wa alimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa adoro fannaha waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin.